الحروب والإرهاب خلفت هواية أيتام بالعراق وهواية أطفال فقدوا الرعاية الأسرية وفقدوا المعيل. الأطفال هم دائماً الضحايا، ولهذا نشوف هواية أطفال بالشوارع يبيعون بالتقاطعات ويتسولون، ومن نجي نسألهم ويقولون إحنا أيتام. أنا كلش أتأثر من أشوف أطفال بعمر الورد لا داخلين مدرسة ولا عايشين طفولتهم حالهم حال بقية الأطفال في حياة طبيعية. لذلك أنا صبيت كل اهتمامي لمساعدة هؤلاء الأطفال، وقدرنا نسوي بيت يلم ذول الأطفال ونقدم لهم اللي نقدر عليه. مرحبا. هلا شباب، شلونكم حبيبي؟ يلا خليني بخير. علاوي حبيبي، يلا تعالوا. يعني قوم اذا اختبركم منو ماخذ رياضيات؟ يعني انتم ماخذين رياضيات اذا اختبركم الوضعيه تمام؟ يلا علي نبدي بعلي. خذت رياضيات، كان الدرس تمام اوكي؟ احمد جبار هادي من مواليد 31 اكتوبر 99، طالب جامعي قسم تقنيات التخدير والعنايه المركزه مرحله اخيره. بديت بالعمل بالمجال الانساني صراحه من سنه 2016، شاركت ويا الكثير من الفرق التطوعيه للعمل في المجال الانساني. حقيقه احنا نحس بمعاناه الاطفال فاقدين الرعايه الاسريه، الاطفال الايتام، احنا والدين من رحم هذه المعاناه. حقيقه انا والدي متوفي، فانا احس باحتياجات الاطفال، انا اكون الاطفال الايتام. أنا لقيت من يعوضني، يعني والدتي كانت هي خير داعم وخير سند إلي، وصلتنا مرحلة الحمد لله قدرنا نعتمد على نفسنا، بس أكو أطفال ما حد راح يوفر لهم هذا الشيء اللي وفره لهم وفرت لي والدتي. التجربة اللي عشتها أنا والمريت بها بعد وفاة والدي ما أريدها تصير على بقية الأطفال، فأحاول أنا أعوضهم بالشيء الممكن عليه والأقدر به. حاليا مؤسسة البيت العراقي للإبداع فرع الحلة تضم مجموعة من الأطفال مقسمين ضمن فئات، اكو فئة أطفال أيتام، أطفال فاقدين للرعاية الأسرية. أحمد أريد أعرف شنو عملك داخل هذا الدار؟ حاليا أنا ليدر اللجنة الصحية داخل الدار، يعني نتعاون ويا الأطباء والتنسيق مع المستشفيات الحكومية، كذلك أدي مسؤولية لجنة الكشف المركزي، نطلع على الأطفال التقاطعات. داخل الدار نشوف المشاكل الأطفال، شنو المشاكل اللي تواجههم داخل المدرسة، المشاكل النفسية اللي يتعرضوا لها، الضغوطات من البيئة الخارجية. حاليا احنا نحاول نخلق جو للاطفال، جو يكون مناسب لهم، بتعرف هم حقيقه فاقدين للرعايه الاسريه، فاقدين للحنان، ابسط شيء هو حنان الطفل من تزرع بداخله حنان، ونخليهم مساوين لاقرانهم، من الاقرانهم اللي عندهم عوائل، اللي يعيشون حياه المثاليه. شلون توصلون الى هذا العدد من الايتام وفاقدي الرعايه الاسريه؟ خلال الازمات والحروب اللي مر بها العراق خلفت لنا العديد من الايتام، العديد من الاطفال فاقدين الرعايه الاسريه مشردين، فاحنا نتوصل لهم من خلال مناشدات منظمات المجتمع المدني داخل الحله، مناشدات توصلنا على السوشيال ميديا، تتحرك عليها لجنه الكشف المركزي ونوصلهم. قيام سريع. صباح الخير، شلونكم؟ ايش راح ناخذ اليوم؟ رياضيات، راح ناخذ الارقام 11 زائد 1. يلا علاوي، يلا علاوي. 11 زائد 1 تصفير عشيدي. أنا لاف حسام، مواليد 98، خريجة كلية التربية الرياضيات، جامعة بابل. أحب العمل التطوعي، لذلك تطوعت في البيت العراقي للإبداع. هو هذا البيت شنو؟ يضم الأطفال الأيتام والفاقدين الرعاية الأسرية. حقيقة إنه أنا كلش أحب الأطفال وخاصة الأيتام، أفرح كلش من أجل البيت ويستقبلوني بكل حب وكل، يعني بصدق من أسعد أيام حياتي.
3 زائد 5 تعي كوثر تصفير. احنا نريد نعرف شنو هو عمل إيلاف في داخل هذا المكان. أنا عملي كتدريس، يعني مدرسة قلت لك مدرسة رياضيات، فأدرسهم يعني حالياً حتى لو بالعطلة أدرسهم كأساسيات وبالمدرسة كذلك، بس حتى لو طلبوا عندي شغلة ثانية غير التدريس، يعني كان عمل أكل أو تنظيف، تعليم رسم على الحاسوب، كل شيء عادي عندي أنا أوفر لهم إياه أو أساعدهم به. جتنا فكرة تأسيس دار لرعاية الأطفال الأيتام والمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية من خلال كثرة الحروب والأزمات اللي مرت عليها مرت على الشعب العراقي. بدأنا بأعمال بسيطة فردية مع هذه العوائل، بدأت بتأسيس فريق تطوعي، بعدين تطورت الفكرة إلى أن تكون مؤسسة، والآن الحمد لله أكو عندنا دار لرعاية هذه الأطفال. حالياً هو يعني تأهيل ورعاية للأطفال وليس إيواء. إن شاء الله عندنا فكرة مستقبلية أن يكون هذا دار لإيواء الأطفال، لأن شفنا كثير من الحالات تحتاج إلى إيواء. شو تعلمنا؟ نحن نكتب. وبعد شو تعلمنا؟ ونقاطع كبير ونشيل النفايات. صح. وبعد نحترم كبير. بعد ما قمنا بتأسيس فريق تطوعي ومؤسسة، صارت عندنا قاعدة بيانات للعديد من الأطفال والأيتام وحتى الشباب. طبعا بدينا بالاهتمام بجانبين مهمين، اللي هي جانب التعليم والطفولة. بعدين نصار هذا الدار اللي هو مؤسسة البيت العراقي للإبداع فرع بابل، بدأنا بتطوير الأطفال من عدة جوانب. الجانب التعليمي واللي هو طبعا من أهم الجوانب، جانب التعليمي والجانب الصحي للأطفال، الجانب النفسي للأطفال، لأن يعني كثير من أطفالنا يعانون من أزمات، يعني أزمات نفسية من خلال الصدمات اللي عاشوها. أنا اسمي مرتضى رياض، مواليد 2000. اشتغلت من عدة سنوات ويا فرق تطوعية ونشاطات عديدة. يعني كنت أشتغل حلاق، تركت هذا العمل لأن اشتغلت بهاي الفرق، وسبب لي هذا يعني العمل مالتي، فسبب لي مشاكل ويا عائلتي. يعني من حرصي على الأيتام وحبيت هذا العمل، تخيلت نفسي إنه ذول الأيتام أنا حطيت نفسي بمكانهم. وأنا اليوم حاليا يعني متطوع بالبيت العراقي للإبداع. مرتضى، نتعرف على الحالات اللي موجودة داخل هذا الدار. عندنا أطفال يعني فاقدين الأب وفاقدين الأغلبية، يعني فاقدين الأب وفاقدين الأم، اللي هم محرومين من هواي أشياء، اللي عايش يم أجداده، اللي عايش يم أخوانه، اللي هم ما محرومين من هواي أشياء. إحنا جايين نلبي لهم طلباتهم، اللي ما عنده جنسية نسوي له جنسية، اللي ما داخل مدرسة ندخله مدرسة، من محتياجاتهم من ملابس، مواد غذائية. الفاقدين الأب والأم، الأيتام بشكل عام، واللي يكونون عايشين يم أجدادهم أو أقاربهم، ما يكونون حاصلين على الرعاية التامة ولا الحنان الأسري اللي موجود فعلاً ما بين الأسرة اللي يكون نموذجية. فإحنا نحاول نعوضهم هذا النقص والتقصير هذا. أضافة إلى ذلك إنه التدريس اللي هو العامل كلش مهم واللي مفقود عندنا حالياً بهذا النوع من الأطفال، خاصة إنه أكو بعض الأمهات ما يقدرن أو ما عندهن الإمكانية إنه يوفرون الجانب المهم هذا اللي هو التدريس. فإحنا نحاول إنه نعوضهم من خلال تدريسنا هنا بالدار، على مود يكونون يطلعون منتجين بالمستقبل، وكل من يحدد مستقبله بالخير.
واحدة من الحالات اللي عندنا حقيقة داخل الدار، الأب بالسجن، الأم تاركة الأطفال، فالأطفال كان مصيرهم بالشارع، ما حد من أقاربهم احتواهم. فإحنا حاولنا ننتشلهم من هذا الضياع اللي هم بيه، حتى نخلق منهم أشخاص ناجحين، أشخاص يفيدون المجتمع. فضميناهم للدار وكذلك راح نبلش وياهم تأهيل إن شاء الله. شلونكم حبايبي؟ زينين. يوم شلون هالقصة تونست بيها؟ أي. شفتوا أنتم من القصة؟ ليش؟ حتى الماما تعلمي تعلمنا. شنو حبيبي؟ حتى الماما تعلمي تعلمنا. عافية حبيبي. أنا اسمي الفخار صبري، متطوع بالبيت العراقي للإبداع فرع بابل. جيت اتطوعت لهذا العمل لأسباب عدة. أول سبب إن أنا عشت بأسرة يعني عددها كلش هواي، فحسيت ان بعض من اطفال عائلتي انهم فاقدين الرعايه الاسريه الحقيقيه، لان العائله كل ما تكبر يقل اهتمام الاب اتجاه الفرد الواحد. بعدها اخذت قرار قبل التخرج، اخذت قرار لازم اللي عشته بطفولتي والاشياء اللي صارت بطفولتي اغيرها، اقدر اسعد اكثر قدر من الشباب. والحمد لله وشكر الله وفقني، لقيت على الحلي وهاي مساهمتي الحلوة، فيعني فكرتي اتطبقت على أرض الواقع. قدر المستطاع أعيش الأطفال أنا ما عشته. الصراحة عملي داخل الدار أحس بمتعة حقيقية، لأن كل اليوم الشاب عنده خيارات متعددة، بس وين يلقي نفسه؟ وين يلقي سعادته الحقيقية؟ الطفولة اللي انحرمنا بيها قدر المستطاع الحمد لله وشكر قاعد أعيش هنا، ويعني قاعد أتعامل الأطفال كأنما أني بعمرهم، يعني قاعد ألعب وياهم، قاعد أشوف القصة وأتفاجأ بالقصة كأنما أنا أول مرة أسمعها، قاعد أعيش طفولتي ويا الأطفال. اليوم راح نسولف عن النظافة الشخصية، نظافة الأظافر، نظافة السنون، الشعر، الجسيم. راح نبدأ بالأظافر. أظافرنا ما نريدها طوال، نكمل أكلنا نغسلهن، هذا ايدينا وسخه نغسلن. حلو الحكي. مصطفى حنين البيرماني، موظف دار الصحه بابل، اعمل متطوع بهذا الدار. صراحه فكره الدار استهوتني، لذلك انخرطت ضمن كادر متطوعين بهذا الدار، اقدم الخدمات لافضل يعني انتشال هذه الفئه المهمشه، وتكون يعني فد هيئه افضل مما كانت عليه، واخراج الطاقه السلبيه والمشاعر السلبيه عن هذا الجيل اللي كان مهمش ومستبعد عن التوعيه الاسريه. شنو الرياضيات اخذت اليوم؟ الاكبر والاصغر. حلو حلو، شطوره بيه. عافيه. انطيني مثال من اللي اخذتيه. شنو اللي اخذت؟ اقارن الاكبر من الاصغر. حلو، يعني هو الاكبر الثلاثه لو اثنين؟ الثلاثه. شنو علامه الاكبر؟ عافيه عافيه سباعيه. احلى شيء من اجل هذا الدار من اشوف الطفل يجي يستقبلني بكل حنيه وبكل حب ويقول لي شلونك بابا، مشتاق لك بابا. صراحه هذه الكلمه او هذا الشيء كل شيء يستهويني ويخليني انطي اكبر من طاقتي واقدم اكثر من اداء واكثر من يعني صراحه اكثر من عمل حتى اقدر اخدم هذه الفئه. يعني عندنا اكثر من يعني 20 متطوع في هذا الدار، طبعا اكثريتهم من الشباب والطلاب والموظفين، يعني يجون بعد دواماتهم يجون يخدمون الاطفال، وهذا العمل يعني هم حابين انه شلون يخدمون هاي الاطفال. مهام هذا المتطوعين هم يعني يقومون بتدريس الاطفال والدعم النفسي لهم والتنظيف والطبخ والرسم والفنون والالعاب، كل النشاطات اللي يعني موجوده هي بالدار هي بالمتطوعين. ثلاثة زائد اثنين يلا تصفيق. شنو هي الخدمات اللي تقدموها أحمد داخل هذا الدار؟
نقدم عديد من الخدمات داخل الدار. واحدة من أهم الخدمات اللي نقدمها داخل الدار هي التعليم. التعليم سويناه ضمن برنامج يحاكم مستوى الإدراك، تعرف ذول الأطفال جايين من بيئة صعبة فلازم نصنفهم ضمن مستويات، برنامج حصري يحاكم مستوى الإدراك عند الأطفال بواقع 6 مستويات، كذلك برنامج تأهيل صحي وبرنامج تأهيل نفسي. كذلك نقدم لهم مجموعة من الفنون، من دروس الفنون تشمل الرسم، الرياضة، هناك صالات خاصة مخصصة للألعاب الإلكترونية، للألعاب الفكرية، نشتغل على برنامج تطوير الحساب الذهني للأطفال إن شاء الله، ونشارك بمسابقات على مستوى المحافظة. إضافة إلى ذلك إحنا عندنا وجبتين طعام باليوم، نقدم لهم الملابس الصحية، التأهيل الصحي إحنا مهتمين بهم حفاظا على سلامتهم الشخصية وسلامة الأطفال الموجودين وياهم داخل الدار. عندنا تعاون ويا العديد من المستشفيات الحكومية، جهود مباركة، العديد من الأطباء مقدمين خدمات كلش ممتازة. نوفر أكثر شيء التدريس والجانب الصحة الاهتمام نبي والصحة النفسية والصحة الجسدية أكيد، لأن الصحة النفسية كلش مهمة عندنا، لأن هم كانوا بوضع أكيد مجروحين أو مصدومين من الوضع اللي كانوا بيه، فنحاول إنه على الأقل نسوي نفسيتهم مستقرة، من غير إنه مستلزمات الطعام أو الألعاب مثلاً العمل على الحاسوب. نوفر الاحتياجات من ملابس، من نوقف كإشراف عليهم من ناحية الألعاب الترفيهية، تعديل سلوكي إذا كان فد أكو خطأ معين. تعرف هذه الفئة مهمشة جاية من مجتمع بعيد أو فاقد للرعاية الأسرية، فلذلك نكون قدر الإمكان فد شخصية قدوة لهذا الطفل أنه يكون تهيئة نامقة. هذه الدار تعمل يعني تحت إطار دائرة المنظمات الغير الحكومية وهي مسجلة في رئاسة الوزراء. طبعاً من الدور القليلة جداً اللي هي يعني على عدد الأصابع الدور اللي تهتم بالأيتام والمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية. طبعاً هذا العمل هو أيضاً يساعد الدولة، لأن حتى الدور الإيوائية والتأهيلية دور الدولة هي قليلة جداً، ونحتاج إلى كثير من هذه الدور في المحافظات وفي كثير من المدن لكثرة الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية. هيئة رعاية ذوي العاقل والاحتياجات الخاصة فرع بابل التابعة لديوان محافظة بابل هي مسؤولة يعني مباشرة عن الدور الإيوائية في المحافظة. الدور اللي تابع ان هي دار رعاية المسنين ودور الايتام للذكور والاناث، وكذلك معاهد التخلف العقلي لذوي الاحتياجات الخاصة من المتخلفين عقليا والصم. كل هذه هي الدور تابعة لهيئة رعاية ذوي الاعاقة وتحت يعني ادارتنا. طبعا ضوابط ومعايير السماح لافتتاح فتح دور ايتام بالمحافظه وضعتها وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، واولها هي انه يكون المكان ملائم لرعايه الايتام، يعني مخصص لرعايه الايتام، يعني وبه جوانب ترفيهيه، جوانب تعليميه، تنطبق عليها ضوابط وشروط وزاره العمل اللي وضعتها بالقانون. عندنا الكثير من الدور فتحت عن طريق منظمات انسانيه، منظمات مجتمع مدني في محافظه بابل. احنا متابعين لاغلبها ومتعاونين مع الجميع. طبعا اكثر الجوانب اللي تخص ابنائنا الايتام احنا داعمين لهم على انه تكون موافقه ومطابقه للضوابط والتعليمات. احمد، انت وزملائك داخل هذا المكان يعني تشتغلون مع الاطفال الايتام، جنيتوا ثمره هذا الجهد والتعب اللي انتم قدمتوه للاطفال على مستوى السلوكيات على مستوى التعليم؟ اكيد لاحظنا تغيير كلش كبير على سلوكيات الاطفال خلال فتره وجيزه ما كنا نتوقعها صراحه. تغييرات على مستوى سلوكياتهم، تعرفوا هم جايين من بيئه معدومه، تمام، بيئه اللي هي بيئه الشارع اللي ممكن تخلق منهم اشخاص غير ناجحين. لاحظوا هم اليوم داخل البيت العراقي الامن للابداع بدات تتغير سلوكياتهم، بدينا ننمي مواهبهم. لاحظنا هواي اكو اطفال عندهم مواهب دفينه اللي هي ما حد مكتشفها، من المواهب البسيطه هي الرسم، الفنون الى غير ذلك. اضافه الى التغيير الكبير على مستوى التعليم، يعني احنا بدينا نتابعهم مو بس هنا نعطيهم الدروس، لا بدينا نتابعهم بالمدارس،
كنا حلقة توصل بينهم وبين المدرسة مالتهم. وأنا بالبداية يعني أتذكر يعني كانوا يجون أطفال يجون أطفال بعدين يغيبون فد 3 أيام 4 ما يجون. شافوا تطورات الدار ويعني شافوا هواية أشياء ما شايفيها هناك ببيتهم. رجعوا هسه حالياً الحمد لله يجون للدار وشافوا الأطفال اللي وياهم يعني جاي يطورون ويتحسنون من وضعيتهم. يعني هواية شفنا فرق بين مثل يعني كانوا فاقدين إنه المكسورين إجوا مكسورين يعني ما فاقدين حنان الأب وفاقدين حنان الأم. يعني كانت سلوكياتهم كانت يعني شلون الطايشين يعني ما يعرفون هذا الصح من الغلط. هنا أنا شفنا تطورات هواية صارت فترة قليلة إنه هو شاف غير جو غير الجو مالته. أكيد صار تغييرات ما بين من بدأوا لحد هسه خاصة بالأمر التعليمي يعني جانب التعليمي فكانوا إنه راضين أو ما يحبون إنه كدراسة أو بوقات العطل أي عطلة ما أريد أقرأ بس هسه لا حسوا إنه هما يريدون يطورون أكثر. واحد أخذ من واحد الثاني بحيث تطوروا بالمجال التعليمي وبنفس الوقت إنه إحنا من نقعد وياهم كباحثين اجتماعيين تطورت من حيث سلوكياتهم ويا الآخرين يعني ويا المتطوعين ويا الباحثين النفسيين المدرسين اللي يكونوا موجودين هنا أكو احترام بينهم. إيلاف شنو هي الصعوبات والمعوقات اللي تواجهكم بعملكم ويا هذول الأطفال والأيتام؟ احنا أكثر شيء نواجه الدعم المادي وبنفس الوقت المستلزمات نحاول جاهداً أن نوفر لهم أكل ومستلزمات ملابس خاصة بأوقات الأعياد ومناسبات فنحاول ما نقصر عليهم بأي شيء لأنهم أصلاً محرومين فنحاول نسد على قدر الإمكان هذا الحرمان اللي واجهه. أنا ما يحسون بأي نقص على مستوى التدريس أنه نحاول بالأمر النفسي يعني مثلاً أنه أنا أدرس طلاب اعتياديين ما عندهم أي شيء أو أي مشاكل من جيت لهنا فمن درست واجهت الانطوائي كثير الحركة يعني نحاول انه مثلا بالنصيحة بالكلام الخاص بيهم يعني فقط على انفراد بينهم او نحل مشاكل. يعني صرت قدر المستطاع قاعد يضغطون علي ان انت شاب لازم تبادر تنجح نفسك لازم تكون اسم وقت ايش تسوي اذا انت اكثرية وقتك موجود بالدار. يعني مجتمع على كفة والدار على كفة ثانية بس الكفة اللي بيها سعادة لازم نختارها. من أهم الصعوبات اللي أواجهها بالكشف الميداني البحث عن الأطفال الفاقدين الرعاية الأسرية الأطفال الأيتام هي التهديد من الجماعات اللي تستغل هذول الأطفال تستغلهم لغرض التسول. فأكثر من مرة أنا تعرض الصراحة للتهديد للملاحقات بكومة أمور يعني فأنا هذا الأمر ما راح يأثر علي ما راح يثني الجهود رغم التهديدات رغم المخاطر المستمرة اللي نتعرض لها في الكثير من الأحيان. أنا مستمر برسالتي برعاية الأيتام إن شاء الله. 5+5 يلا ميعاد يلا ميعاد بطلة تصفيق. حلمي إنه يكبرون دول الأطفال ويدخلون الكليات والاختصاصات اللي هم يريدوها ويحققون أحلامهم ويكبرون طموحاتهم اللي احنا سوية قدرنا نوصلهم لهاي المرحلة بتعب. واكيد اتمنى انه نكون ببيت افضل من هذا البيت ويكون ملجأ مو بس بيت. اتمنى نوسع هذا الدار هواية اطفال بانتظارنا هواية اطفال بحاجتنا اللي نضمهم للدار. اضافة الى انه امنية ثانية هي انه تتطبق هذه التجربة بكل محافظات العراق ان شاء الله.